بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت شفنا الفلتر مبني ازاي، وشفنا فلتر جديد مبني او فلتر مبني اصلا في السبرينج، وشفنا مبني ازاي وازاي هو مبني على اساس السيرفلت فلتر قبل كده، وعرفنا هو بيبني ازاي. جه الوقت ان احنا نبني فلتر. تمام، قبل ما نبني فلتر، تمام، لازم نعرف كام حاجه كده الاول عشان برضو الدنيا تكون تمام معانا. اول حاجه، احنا لو عندنا كذا فلتر، لو عندنا كذا ايه، كذا فلتر، في ايام السيرفلت قبل كده لما كنا شغالين سيرفلت قبل كده، كنا بنحدد السيرفلت دي هتشتغل ازاي على اساس الاندكس. يعني ايه اندكس؟ انا عندي مثلا اربعه فلتر، مين هيشتغل الاول؟ الريكوست لما يجي، الترتيب بتاع الفلتر على اساس ايه؟ كان على اساس حاجه اسمها اندكس. ممكن ده اندكس مثلا 0، ده اندكس 1، ده اندكس 2، ده اندكس 3. فكده المفروض الريكوست اللي جاي لي هيروح على اندكس 0، اندكس 1، اندكس 2، اندكس 3 بالترتيب. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. ده كان ايام ايه؟ ايام السيرفر. حلو، حلو الكلام. طب دلوقتي الموضوع اتغير شويه. في السبرينج سيكيورتي، انت طبعا انت عارف انك انت اوريد عندك بعض الفلترز المبنيه، عندك حوالي 17 فلتر وشفناهم مع بعض قبل كده، صح ولا غلط؟ صح. عندنا كام فلتر؟ 17 فلتر لو حد فاكر. تمام، اهو لغاية ما اوصل لاخر فلتر. انا لما اجي ازود فلتر جديد، انا عملت كاستم فلتر، فلتر خاص بي انا اللي عامله بايديا وانا اللي عامله امبلمنتيشن، عاوز اضيفه، هضيفه قبل ايه؟ بص، عندنا فانكشن اسمها اد فلتر افتر، وفلتر بيفور، وفلتر اد. ركز معايا، ركز معايا عشان تفهم. احنا قبل كده قلت لك في السيرفلت كنت بتحدد على طريق الاندكس، تقول ده اندكس واحد، ده اندكس اثنين، ده اندكس ثلاثه، فهو على اساس اندكس بيبدا ينفذ ورا بعض. لو زودت واحد، عاوز تخلي ده اندكس كام؟ زيرو. يبقى هتشيل ده وتخلي اندكس كام؟ اربعه. يبقى المفروض الريكوست اول حاجه هيروح على اندكس زيرو، وهكذا. اذا انت اللي بتحدد على اساس الاندكس الفلترز هتتنفذ ازاي، صح ولا غلط؟ صح. حلو قوي. هنا بقى، هنا انا قلت لك انت بادئ اصلا السبرينج سكيورتي معاك 17 فلتر، معاك فلتر جديد عاوز تضيفه، هتضيفه ازاي او هتضيف ترتيبه ازاي؟ عندنا لو انت جيت تضيف فلترز، عندنا فانكشن اسمها ايه؟ اد فلتر افتر، واد فلتر بيفور، واد فلتر اد. وليكن ترتيب السي اس ار اف توكن، الفلتر بتاعنا اللي احنا جربناه، ولكن ترتيبه الرابع. تمام، انا عاوز الكاستم فلتر بتاعي، ده الكاستم فلتر بتاعي، عاوزه يتنفذ قبل السي ستار اف ده، فانا هروح اقول له اد بيفور، اد فلتر بيفور، اد فلتر بيفور، وادي له الكاستم فلتر بتاعي، اقول له ده اللي هضيفه، ده اللي هضيفه، واقول له كوما هضيفه قبل ايه؟ قبل الفلتر ده. اذا ده بدل ما ترتيبه كان الرابع، لا خلاص بقى ترتيبه الخامس، والرابع بقى الفلتر بتاعه. اكن عملت شيفت بالظبط. تاني انا حابب اشرح مره كمان. عندنا في السبرينج سيكيورتي قلنا ان في كام فلتر؟ في 17 فلتر. ادي واحد اتنين تلاتة لغاية ما اوصل لمين؟ لفلتر رقم 17 اهو. تمام، ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، هنا من تلاتة لغاية كام؟ 17. حلو، انا رحت عملت فلتر جديد خاص بيا. حلو، قدامي عشان اضيف الفلتر ده مع الفلترز ديت قدامي ثلاث حاجات.
لا اما اد فلتر افتر اد فلتر بيفور اد فلتر اد. نكتبهم مع بعض، نكتبهم مع بعض. اد فلتر افتر، او خلي بيفور الاول. تمام، حلو. وآد فلتر أفتر، وآد فلتر آد. حلو الكلام، حلو الكلام. إذا أنا عملت الفلتر بتاعي أهو، بعمل إيه؟ عن طريق واحدة من الفانكشن دول هستخدمهم، هبدأ أضيفه. أنا عاوز الفلتر ده يتنفذ قبل فلتر معين، أكيد أنت عارف، أو أكيد أنت الفلتر لما تعمله بيبقى عاوز إيه؟ تنفذه مثلا قبل أوثنتيكيشن، أو قبل سي إس آر إف توكن، أو قبل حاجة معينة موجودة، أو عاوز تضيفه بعد قبل أو قبل كله. يعني دلوقتي أنا عاوز أضيف الفلتر ده قبل الكل، فأنا هروح أشوف مين أول فلتر بيتنفذ واقول له، واقول له ايه بقى؟ واقول له يا باشا ضيف لي الفلتر ده، وليكن الفلتر ده اسمه ايه مثلا، وليكن كاستم فلتر. فاول انبوت عندي هنا، عندنا هنا ايه؟ تو بارامتر. اول بارامتر ده اسم الفلتر الجديد اللي انا عامله، اللي هو كاستم فلتر. طب تاني بارامتر، تاني بارامتر بقول له هضيفه قبل ايه؟ هروح اشوف ده، ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ واروح مديله اسمه دوت كلاس، اقول له نفذه لي قبل الفلتر اللي هو كلاس كذا. وهنشوف ده كله مع بعض كودنج ما تقلقوش. يبقى ده بتضيفه، بتضيف الفلتر بتاعك قبل فلتر معين. طب افتر، افتر بعد فلتر معين. لو انا عاوز اضيف الفلتر ده اقول له يتنفذ بعد الفلتر رقم ثلاثة اللي هو اسمه وليكن، وليكن اوثنتيكيشن، وليكن. فانا هقول له ضيف الفلتر اللي هو كاستم فلتر، هقول له هنا ادي له كاستم فلتر بتاعي الجديد، واقول له هنا، هنا ايه بقى؟ هقول له هنا، هنا الايه؟ الكلاس او الفلترز بتاعي اللي انا هضيف بعديه الفلتر ده اللي هو رقم ثلاثة وليكن اوثنتيكيشن. هقول له اوثنتيكيشن دوت فلتر، دوت كلاس قصدي. في مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. إذا من اسمها اد فلتر بيفور هضيف الفلتر بتاعي قبل فلتر معين. اد فلتر افتر هضيف الفلتر بتاعي بعد فلتر معين. اد فلتر اد، اد فلتر اد معناها انه بيحل محله، بمعنى يعني هنا، هنا لو قلت له اد فلتر اد، اديت له كاستم فلتر بتاعي اهو عادي جدا، وقلت له مثلا قبل الفلتر بتاع الاوثنتيكيشن، وليكن ده الفلتر بتاع الاوثنتيكيشن، اذا هيحل محله، يعني ده هيتزاح ويجي مكانه الفلتر بتاعي ده، ياخد رقم 2، وده يجي بعديه بقى ياخد رقم 3، وده 4. كأني عملت شيفت، بس اد معناها انه ايه؟ دخولي في المكان كذا، يعني بتشيل ده وتحط مكانه ده. خلينا ده كله نشوف ان شاء الله امبلمنتيشن المره الجايه، هنعمل لكل واحده من ديت فيديو خاص بيها وفلتر خاص بيه، ونشوف مع بعض الموضوع ماشي ازاي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.